من الشخصيات غير الإسلامية، زارنا رجل كان هو أصلا عايش بالمملكة العربية السعودية بالرياض، اسمه الشيخ سامي عزار المعجون، وهو حي يرزق حتى الآن، وصار وزير، وبنته خلود الدكتورة أيضا صارت وزيرة. هذا شخص قبائلي من شيوخ بني حشيم بالعراق، كان أحد الضباط باعتباره رجل قانون المحققين في إسقاط أو سقوط عفوا طائرة عبد السلام عارف في نيسان 1966، وهو أحد الأشخاص يعني بالمحكمة اللي ترك القضية مفتوحة يعني، وأشار بالهامش مالته، كان ملازم أول، لأنه بالعراق وأيام الملك فيصل الأول الله يرحمه ولاحقا يعني دخل أولاد الشيوخ في الكلية العسكرية وخرجهم ضباط، فهذا أبوه أحد قادة ثورة العشرين، وهو تخرج ضابط. بعدين من أجوا البعثيين عام 68 تم اعتقاله في قصر النهاية. قصر النهاية هو قصر الرحاب نفسه للعائلة المالكة، لأن بيسرداب وحوله إلى قصر مرعب للمعتقلين، فهرب أو طلع عن طريق الصحراء إلى السعودية وعاش بالسعودية، وكان مقربا جدا في ذلك الوقت من الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير أحمد هو وكيل وزير الداخلية، وكرم من قبل المملكة من قبل الملك فهد وقبله طبعا الملك خالد، وتبنى الشيخ سامي عزار المعجون وعاش في هذا البلد. ولما صار مخيم رفحة اجانا الشيخ إلى المخيم وزارنا، وكان هو بصدد تشكيل حركة اسمها حركة الإصلاح، ويروح إلى لندن وحضر مؤتمر فيينا بدون موافقة السعودية. السعودية ما رجحت له يحضر مؤتمر فيينا للمعارضة العراقية اللي صار في التسعين، في عام 92 لم توافق المملكة. هذا الرجل اجوا قرايبه من السماوة بني حشيم وأهله، أهله منه وفيه يعني، بس من أغرب الأمور وهاي للتاريخ أحكيها، إحنا نتحدث عن نموذج غير إسلامي يعني زار مخيم رفحة. مخيم رفحة بعدنا ما تعرضنا للنماذج الإسلامية. شنو صار؟ اللي صار أنه أحد أقاربه منه وفيه من داخل بيت، لما وصل لاجئا إلى السعودية والشيخ سامي توسط سحبه يما عنده بالبيت في الرياض، في الرياض كتب تقرير إلى الاستخبارات السعودية يطعن بالشيخ سامي عزار المعجون ويتهمه بأن هو عميل لنظام صدام. وطبعا هاي التهمة أولا غير صحيحة، الرجل لم يكن عميلا لنظام صدام، ثانيا قاسية جدا، ثالثا ما سر هذا يعني إلا حقدا، لأنه رأى الشيخ سامي هو وعائلته يسكنوا في قصر، والسيارة اللي يركبها هي نفس سيارة الأمير أحمد بن عبد العزيز، لأنه تيجي السيارة يركبها الأمير أحمد ينطيها هدية الشيخ سامي. المهم فهذا التقرير للاستخبارات، ولذا الاستخبارات الأمير تركي الفيصل، ولذا قررت المملكة العربية السعودية تسفيره من الرياض. متى؟ عام 92 بعد الوشاية اللي صارت. نعم بعد الوشاية، وعام 92 انطوم فترة يمكن إلى بداية 93 إلى أن يعني يرتب أوضاعه، وهو الرجل حتى هذه اللحظة يعني عمر الشيخ سامي الآن أكثر من 80 سنة عمره، حتى هذه اللحظة يقول لحم أكتافي وأكتاف أولادي هو من الملك فهد ومن آل سعود، لا ينكر هذا الخير. طيب. وكان دعا إلى حزب الإصلاح، ومهتما كان مهتما بالقبائل، مثل ما الآن يعني امتدحناه واقعا وليس تلفيقا، سنذكر ربما سلبية أيضا واقعية وليس تلفيقية، اللي هي أنه هو لما يدعو إلى دور القبائل بالعراق والاهتمام بالقبائل وممارسة القبائل السياسة وكذا، بالأخير اختزلت هذه القبائل العراقية كلها في شخصه في حكومة بريمر والحكومات الأولى، صار هو وزير عمل وشؤون الاجتماعي، ولما طلع من الوزارة يفترض يجي رجل أو آخر قبائلي يعني يحل محله، مثلا لاحقا قدم بنته أيضا صارت وزيرة. شنو الشاهد؟
الشاهد أنه اختزلت القبائل به وبابنته. يعني هاي كارثة، أنه بالعراق أنت تدعو، مثلا أنا أفرض أدعو إلى طائفة أن يكون لها دور وأهمية وهي، واختزل هاي الطائفة أو القومية، أدعو إلى قومية أختزلها بي وبابني أو ببنتي أروى أنه إحنا نصير وزراء. وين هذا الطرح؟ داخل المخيم معناته هو يعني الهدف من زيارته لكم في مخيم رفحة نشر حزبه، نشر الفكرة مالته، حزب الإصلاح. نعم، ووزع أوراق للحزب وحصل تجاوب. حصل تجاوب، الناس سجلت، ما أنا واحد من الناس أيدته، لأن قلت له لابد من تنظيم سياسي. هاي النظرية اللي أنا أحملها، إنه لابد من تنظيم سياسي. كل شيء تشتغل بلا تنظيم فاشل، خاصة العمل السياسي. إحنا الآن عندنا ثورة بالعراق، إذا ماكو كيان سياسي يجمع الثوار تفشل نتيجته. طيب، هاي الحقيقة. فهو يعني دعمته وساندته وقلت له إيه بارك الله بيك وكذا. بس المهم بالأخير لما طلع من السعودية وراح لندن طبعا بعد يعني ما تم تسفيره، أي بعد ما تم تسفيره، وما يستاهل أبو فارس أنه بعد هاي السنين اللي عاشها بالسعودية من عام 70 إلى عام 92 22 سنة في ضيافة ملوك المملكة أنه تكون هاي. بس هني هل اللوم يقع على المملكة ولا يقع على العراقي من بني جلدته اللي وشى عليه؟ برافو عليك، يقع على أقرب الناس إليه. يا ليت عراقي وما من بني جلدته، لا، أقرب الناس إليه اللي دخل بيته وأكل من زاده واللي هو جابه وآواه وتعب عليه، هذا الذي كتب. ولذا ليش شوف مثلا أكو ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي، أعتقد هاي الكعب ابن زهير، وعلى غرارها ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. ومعامر شنو؟ ضبع بالصحراء، اجوا جماعة بدو يردون يصيدوها، هربت، لجأت إلى خيمة في الصحراء، لجأت عند واحد، عند رجل شيبة، فقام قال لهم هاي الآن لاجئة، قال له لا هاي طريدتنا صيدنا، قال هاي لاجئة عدي الآن ما أنطيها، اجت اعتمت بيه، شلون أخليكم أنتوا تصيدوها؟ فلو تقتلوني لو ما ممكن. فمن شافوه هذا مصر عافوه وراحوا. هاي قصة يعني حقيقة، احنا لازم نعتبر من هاي القصص. عافوه وراحوا بالليل، هذا ضبع، هاي ضبعة، أم عامر ضبع، ما يعرف وفاء، مو مثل الكلب، لا، من أنجس الحيوانات. بالليل افترست هذا الشايب وأكلت معدته ومريئة وكذا، بحيث من قعد الصبح ابنه شاف أبوه ميت، فقال عجيب. فركب على الفرس وخلى السهام، قال اليوم ألاحق أم عامر وين ما تكون إلى أن أقتله. ظل يلاحقها بالصحراء إلى أن لقاها قتل. فمن قتلها وقف عليه، قال ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. فسامي عزار المعجون مجير أبو عامر.